وعاجبك ان انت مش فارق قوي في حته الاهلي والزمالك دلوقتي. يعني انا اقول رايك واحترم يعني حتى لو حاجه صغيره، بس لا بقى انت في نقطه يمين وشمال مش موجوده معاك. زي ايه يعني؟ قول لي عشان استفيد. يعني مره واحده بتروح رايح مهاجم الاهلي في حته. ايوه لا بص ما تقوليش كلام وانا عايم. وانا متقبل لا كده. لا 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 بص ما تقوليش كلام عايم، قول لي انت هجمت الاهلي في كذا. لا ما انت لا ما هو بص لا بص قدام الناس ما تقوليش كلام. ان انا اقول لك لا لا قول لي ما تقوليش كلام مش مفهوم. ما دام فتحت معلومه يبقى تكون جريء. قول لي ليه هجمت الاهلي في كذا قدام الناس؟ يعني لا بلاش ما بلاش. لا ما انا بقول لك يا ما تتكلم بجرأة. قول لي هجمت الاهلي في كذا، هجمت الخطيب في كذا، وانا ارد عليك. طب اقول لك حاجه. اتفضل. انت مبدئيا كده انت امبارح في قرار معزول رحت قايل ايه؟ قايل ايه؟ قلت هو يحق لي اللي هو يترشح. والله العظيم هيترشح. ازاي؟ يا بين مين قال لك الكلام ده؟ ازاي من الدوره يا بين ماشي. انت دلوقتي انت راجل عندك معلومه؟ انا راجل كلمت المستشار القانوني لوزاره الشباب والرياضه. يا فندم بعد الحكم اللائحه كيف تطبق على مرتضى منصور؟ قال لي يحق له الترشح طبقا للمجلس. الترشح ليه؟ لأنه دورة الانتخابات اللي جاية التكميلية 25 التكميلية. التكميلية التكميلية ازاي؟ يعني انا بعد شهر اخليه يترشح؟ وانا مالي؟ احنا مجانين ولا ايه؟ وانا مالي؟ وانا اللي حاطط الليحة؟ انا مالي؟ مين اللي حاطط اللائحه ايه؟ روح كلم الوزاره. دي انتخابات انتخابات تكميليه. ايوه انتخابات باشا. دي انتخابات تكميليه. خلاص وانا بقول لك ما تحطش في الراي العام حاجه غلط. لا انت اللي مش فاهم. انتخابات تكميليه. لا لا اسمع. دي دوره تكميليه. تراهن على كام؟ انا بعد شهر اعمل كده. تراهن على كام؟ اراهن على اللي انت عايزه. لا يا عم عبد الناصر بقول لك ايه، انا مش بهزر. لا وانا مش بهزر. بقول لك ما ينفعش. دي انتخابات تكميليه. انتخابات 25 يترشح فيها وفي اوضاع يقولوا. لكن دلوقتي في اللجنه دي انا بص اللي هو ايه؟ يعني انا دلوقتي اطلع من اللجنه دي بقرار عام. ماشي ماشي بعد اذنك. النهارده وبكره اقول اهلا وسهلا. ماشي بعد اذنك. طبعا لا غلط. اسمعني بس اسمعني. اسمعني. انا لا راجل بفهم قانون ولا ليا في اللوائح. انا ايوه انا حضرتك بقول لك الكلام ده. بقول بس اسمع انت. ايه يا عم اسمع انت. اسمع انت. اسمع انت. انا حضرتك بجيب معلومه. اللي هيقبل الورق ده مين؟ الجهه الاداريه. انا اسال مين حضرتك؟ ما اسالكش انت. انا لا بفهم قانون ولا بفهم لوائح ولا ليا. ايوه عبد الناصر لو ما تقولش للناس اللي هو لا يا حبيبي اقول للناس. اقول للناس. لا 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 نستنى بس لغايه ما الناس. لا واستنى ليه؟ اقول للناس على مسؤوليه. ليه؟ المستشار ما تصدرش راي عام للناس. اصدرت الراي عام ايه؟ يا عم بقول لك تصريحات وزاره الشباب والرياضه. ايه اللي مضاف يا عم؟ ادخل إيه؟ ادخل على المواقع. كف الوزاره كاتبه ايه؟ انا ما ادخلش. انا محامي. انا ما ادخلش. خلاص انت حضرتك روح هات اللائحه وكلم الوزاره. حاجه تكميليه يا عم. كلم الوزاره معزول. يا عم كلم الوزاره ما تكلمنيش انا. يا ابني يا عبد الناصر اسمعني. يا حضرتك كلم الوزاره. اهو انا بتكلم انجليزي يا عم. كلم الوزارة. انت محامي فوق دماغي. بس بقول لك الوزارة اللي قالت كده. قالت ايه؟ قالت يجوز له الترشح. يجوز له الترشح لخل 2025. لا بقول لك التكملية. انا سائل المستشار القانوني. ما ينفعش هو يبقى ده. طب ماشي. طب حضرتك بدل ما انت متنرفز قول للناس بدل محامي كان نستفيد منك. قول طبقا للماده كذا لا يجوز له الترشح.
ولا انا غلطان يا جماعه. حضرتك عايزين نستفيد منك. الوزاره قالت لنا هيترشح، قول لنا انه مش هيترشح ليه. مين اللي هيكلم؟ مين اللي هيكلم الوزاره ان شاء الله يا فندم؟ طب ما تقول لنا انت، ما تقول لنا انت نص القانون عشان نستفيد منك. لا لا لا، انا سامع كل الكلام بتاع الوزاره، كلام الوزارة. حضرتك مفيش أي حد يا فندم يقدر يقول طفينا. إن هو يترشح للتكملية يا فندم. طب ممكن تفيدنا؟ لكن يترشح يجوز له اللي هو يترشح وفقا للمواد على 2025 أقول لك حاجة بقى؟ ليك أنت بقى، ليك أنت اتفضل. عشان يترشح لازم المجلس ده كله يستقال. بص يا فندم، احنا دلوقتي اهو كتبنا معاك اهو، هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة نادي الزمالك بعد قرار تأييد عزله؟ اهو لحظة معايا. لا لا لا، للانتخابات الاكتمالية يا فندم. اهو ما هو بعد قرار عزله يعني التكملية اهو. لا لا لا، التكملية. طب اسمع بس، اسمع بس، اسمع بس، اسمع. يتداول الناس في مصر موقف مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات القادمة التكملية. يا فندم اسمع، يا فندم اسمع، ما تسمع للآخر يا متر. اتفضل اتفضل. بص يا ريس، بص الانتخابات القادمة التي ستجرى على مقعد الرئيس والنائب، هل سيحق تكملية يا فندم؟ الرئيس والنائب ما تكملية بالضبط. ما مش 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 يا فندم، هو الكلام واضح، الرئيس والنائب. ماشي، ما انا معاك اهو. ماشي يا فندم اهو، انا بقول لك اهو، اقول لك تصريحات الوزاره، تصريحات الوزاره. معاك، بقول لك معاك معاك معاك. بص يا فندم، بص يا فندم، وبشان احقيه مرتضى منصور، اكدت وزاره الشباب والرياضه ردا على هذا السؤال، فانه وفقا للماده 28 من اللائحه الاسترشاديه التي تتحدث عن شروط الترشح في انتخابات الانديه، يحق الترشح بالانتخابات رغم قرار عزله من رئاسه النادي. واكد المستشار القانوني للوزاره في حالة عدم صدور عقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف ضده، يحق له الترشح وحكم الشهر الحبس الذي قضاه في قضية الكابتن محمود الخطيب لا يعد كذلك. وبناء عليه طبقا للمادة 28 باللائحة الاسترشادية يحق له الترشح. معلش بس، هو في المادة دي قال ولما اتحكم عليه علشان خاطب محمود الخطيب عمل كذا؟ لا، اللي بتتكلم عليها دي يا فندم يا متر، اللي بتتكلم عليها دي المادة 41 اللي الدكتور كمان شعيب. اسمع بس يا فندم، انا اخد دكتوراه في الملف ده، اسمعني اسمعني مش عافية. بص يا فندم، انا عارف انت اخد دكتوراه يا فندم، بعد اذنك. بص 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 بص، طبقا اسمع يا فندم، بص طبقا للماده 41 وتصريحات، عشان اقول لك بجيب كل التصريحات دي، الوزاره اللي بناء عليها هتتخذ القرارات. تعال نروح للاختلاف فين؟ الاختلاف اللي خدوا قرار العزل بيقولوا لن نسمح له بالترشح وهنطعن على قرار ترشحه لانه لا يستطيع الترشح مره ثانيه لرئاسه او عضويه نادي الزمالك لدوره جديده لانه صدر ضده حكم نهائي بعقوبه مقيده للحريات. استنى 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 يا عبد الناصر، استنى يا عبد الناصر. لدوره جديده يا فندم، لحظه، لا جديده ولا قديمه، لدوره جديده يا فندم. اسمع، لا اله الا الله. طب اسمع، ما انا ماشي بسمعك، انا ماشي ماشي. لا يحق له الترشح بسبب صدور أحكام نهائية بعقوبات مقيدة للحرية لأنها متعلقة بأحكام لعقوبات ماسة بالشرف، وهي حكم حبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة بنفس المبلغ وحكم آخر. انت جبت المادة قبلها شوية بقى، قلت يا فندم بقول لك في الله قادمة. يا عم ما يا سيدي الفاضل، السنتين الراجل بيتكلم ده ترشح. لا حول ولا قوة الا بالله. اعمل له ايه ده؟ انا ما بهزرش عبد الناصر، بقول لك لدورة قادمة، مش الدورة دي اللي هو اتعدل منها. احنا بنهزر مع الـ مع الـ مع الحكام. ماشي يا فندم، ماشي اوكي. دي يا فندم انا بقرا لك نصوص
شرفي وليه شرفي ان انا اتكلمت معاك يا فندم. بعد بقى بعد بقى بس انا بقول لك انا حاضر اتفضل. شكرا جزيلا اتفضل. معلش لازم تكون بلق طويل عشان ما حد يزعل يا جماعه. انا ماليش علاقه ايوه يا عم عصام ماليش علاقه. ده مش راي شخصي ده نص. طب حضرتك بعد اذنك بعد اذنك يعني انا اروح اكلم مين عشان اجيب منه المعلومه؟ يعني اكلم مين؟ مش اكلم المستشار القانوني للوزاره؟ ما هو في النهايه اللي هيقول مين يترشح ومين ما يترشحش او اللجنه الاولمبيه كده. هم قال لك حقه انه يترشح، انا مالي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ عبد الناصر؟ اهلا بك يا احمد يا نبيل. ربنا يخليك حبيبي. انا لاول مره هختلف مع حضرتك في الراي. اختلف بالنسبه ملف امام عاشور. يعني حضرتك قلت طبعا لا يمكن الكابتن الخطيب، وانا بثق في دماغ الكابتن الخطيب والقيم والمبادئ. انا مع حضرتك بس الموضوع يعني واضح ان لو فعلا فعلا الاهلي مالوش دخل كان طلع بيان رسمي، لان الموضوع زاد عن حده والراي العام مش المصري، الراي العام الغربي بيتكلم ومفيش بيان من النادي الاهلي بينفي صحه الموضوع ولا بيان ولا بيان بيؤكد. لا بس يا استاذ عبد الناصر في حاجه، حضرتك قلت كلمه مهمه جدا ان في ارساء للقيم والمبادئ، في قيم مبادئ النادي الاهلي يا استاذ عبد الناصر. احنا كلنا شفنا الفيديو امام عاشور شتم رمز من رموز النادي الاهلي وشتم الاهلي والاهلاويه. انا اقسم بالله العظيم انا زملكاوي ما يفرق معايا. والنبي بص يا احمد 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 بص بص اتفضل حضرتك اقفل الملف ده، لاني انا قررت مش هتكلم في موضوع شتم الاهلي ولا ما شتموش، لان في بعض الاهلاويه بيظن ان انا بروج حاجه لصالح الزمالك، فمش عارف الاهلي براحته يتخلى عن مبادئه يتمسك بمبادئه، مش هتكلم في الموضوع ده تاني. انا المعلومات اللي عندي المعلومات اللي عندي ان ميتلاند قال لي لا، والناس في الاهلي قالوا لي ما حصلش حاجه. لما ميتلاند يقول لي ايوه والاهلي يقول لي اتفقنا، هقول للناس الصفقه تمت. انا راجل ما بحبش الاجتهاد في الصفقات. لا تمام استاذ عبد الناصر. ومعلش انا في بس حاجه عايز اقولها بالنسبه للزمالك، اللي احنا قبل كل ماتش مهم بيحصل عزل وكلام ده كله ومفيش حد اتكلم في الاسباب يعني. فانا بس اسمع لحضرتك يعني ان الناس كلها راميه اللوم على الدوله والناس، احنا عندنا ذاكره السمك. فانا مع مش مع اشخاص، انا مع النادي. النادي ده بشجعه من عندي 8 9 سنين وعندي 45 سنه. اللي وصلنا للمرحله دي معلش يعني بكل جرأه بقول لك استاذ عبد الناصر المستشار، لان يعني ساعات طويله كان بتتقال وبيتكلم على ناس يعني احنا في الاول وفي الاخر في غنى كنا عن كل الكلام ده كله. وادي النتيجه اللي حصلت، عزل ومش عزل ومش عارف وايه، النادي الوحيد في العالم بيحصل فيه كده ليه؟ نرجع للسبب يا جماعه وللاساس مين؟ معلش يعني مع احترامي سياده المستشار، لو كله كان اشتغل وكان في حاله وكان هيبقى والله العظيم من احسن رؤساء الانديه مش في مصر في العالم. مش رايك وانا ماليش دعوه بده. شكرا يا احمد. ماشي يا استاذ عبد الناصر و شكرا جزيلا. ما احبش اتدخل فيما لا يعنيني. اللي جايباه الجمعيه العموميه يحترموا فوق دماغي.